الامر دروح على وكيد لويش هذا؟ اكو حفل الناظم الغزالي بحديقه المعرض شرفه ولازم اشوفه. والله حقك انت اللي راح اجي وراك. هلا بيك. وين رحت لك انت؟ وين رحت؟ زين ابويا زين زين والله فكري يمك. الحقيقة أنا غزالي الله يرحمه من كنا شباب ولا زال احنا يعني ذكرياته باقية عندنا، فالبقية يعني وين ما كان يسيلنا فد حفلة نترك كل عملنا ونجي مع كل أصدقائنا وأصحابنا ولد المنطقة نروح في سبيل نحضرها مهما كان في الأمر نترك كل أعمال مالنا. فد يوم من الأيام أخويا كان يتزوج فدعوني الحفلة مال الزواج، وبالصدفة هو كان أبو غزالي يغني، فأنا تركت قلت له ما أجي راح أروح هناك، تركت الزواج بالاخويا رحت الى حفله من نوم الغزالي. الله وكيلك بالحاج بدعي بخير يا رب في العام نفسه الذي تخرج فيه من معهد الفنون الجميلة عمل في فرقة الزبانية للتمثيل، وقد اشتهر بدور رجب الأخرس مع الفنانين حميد المحل وفخر الزبيدي وناجي الراوي وحامد الأطرقشي ومحمود القطان وغيرهم. تعرفت عليه المرحوم ناظم الغزالي ومن الأصدقاء الطيبين معهد الفنون الجميلة، كان سنة 42-43، كان إلى رغبة شديدة أن يتعلم التمثيل، وهو فعلا ما كان يخلو من موهبة، واستمرينا معهد الفنون إلى سنة 48، ومن خلال تجربتنا معهد الفنون اللي كان أستاذنا الكبير حقي شبلي اللي يدربنا على مختلف فنون الدراما، ناظم برز بشخصية شخصية رجب، دور ابتكره إلى نفسه هو. المرحوم ناظم
بطبيعة الحال كان فنان قدير. إلى جانب عمله الدرامي كان دائما يضربنا بصوته، كان يغني ويغني المقامات العراقية بشكل منتظم. على كل حال الأستاذ حق الشبلي فكر بتكوين فرقة للتمثيل الشعبية، وكنا البارزين احنا بها، أني والمرحوم الحاج ناجي الراوي والزميل الفنان الكبير فخر الزبيلي وناظم غزالي ومحمود القطان وغيرهم من الفنانين المعروفين. ومثل ما قلت ناظم أثناء دراسته بالمعهد كان ينطي مشاهد جيدة درامية عالمية إلى جانب الأدوار الشعبية، ولكن فن الغناء طغى على نوع التمثيل، فما كان يظهر معنا بكثرة بل انتقل إلى الغناء. المرحوم ناظم كان من عائلة فقيرة، كان يتيم الأم والأب، كان عنده خال فقير وأخت مسؤول عنها كان، وتعرفت أنا عليه مثل ما قلت من خلال معهد الفنون الجميلة، كريم النفس مؤدب ويعز الصديق. احنا